You know what? I We're dozing off in the front row. So keeping it cool keeps you awake. It must be somebody who's already just there. Yeah. Good afternoon, everybody. I'm not going to say who it was. أنتم مساء سيداتي وسادتي. سوف أبدأ بموضوع جدي وهو هجوم الانتحار الذي حصل في أفغانستان. حكومة أمريكا تردد بهذا الاعتداء الذي استهدف مركزا تعليميا ذهب ضحيته 48 شخصا وأصيب العشرات. إن هذا الاعتداء يمنع آمال الأفغانيين من السلام والأمن، وهذا يذكرنا بأهمية الوصول إلى حل للوضع في أفغانستان. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في مناصرتها لحكومة وشعب أفغانستان وندعمهما للوصول إلى السلام والأمن في بلادهما. ثانيا، أريد أن أتحدث بأمر مرتبط بإيران، انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في ذلك البلد. نحن نرصد تقارير تقول هناك أعداد من القوميات الأقلية كالدراويشي وغيرهم الذين يعتقلون في تحدث عن نرجس محمدي، وهي أم لطفلين، وهي أصدرت عقوبة بحقها ل16 سنة لأنها تنافع عن حقوق الإنسان. ونحن ينتابنا قلق إزاء محام يسمى ناسين سوتودا، وهو اعتقل في سجن أفين منذ يونيو عام 2018، وهو يواجه اتهامات مرتبطة بالأمن القومي وعلاقة ذلك بامرأة خلعت حجابها. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية غير مقبولة، ونحن نطالب الجميع لكي ينضموا إلينا لكي نلح على النظام الإيراني لكي يوقف اضطهاد شعبه ويمنعه من ممارسة حقه في الحرية. أخيرا، كما تعرفون وقد تحدثنا عن الانتخابات في كمبوديا والتي وصفتها الإدارة كمزورة وغير منصفة وغير عادلة. في 29 من يوليو كان ثمة إفادة في إدارتنا. نريد أن نتحدث عن أفراد قوضوا من الديمقراطية في كمبوديا والقود التي فرضت على أشخاص مسؤولين عن التدابير المناهضة للديمقراطية تمهيدا ل 29 من يوليو والانتخابات. وهنالك أيضا ذوو أولئك الأشخاص الذين ستفرض قيود بحقهم. نحن نطالب الحكومة لتأخذ تدابير ملموسة للوصول إلى مصالحة ولكي تسمح للمنظمة غير الحكومية بالعمل من دون عواقب. كم سوكا أيضا يقبع وراء القضبان، ونحن نطالب بتحريره. وبهذا سوف أستقي أسئلتكم، ولكن أريد أن أقول أليس من CNN عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد لأليس. ولكن بالنسبة لكمبوديا، قلتم أنكم توسعون من فرض قيود على التأشيرة. كم هي الأعداد؟ ليس لدي أرقام، ولكن هي الموضوع حالة بحالة. إذن كيف نعرف أنها توسعت؟ إذن لأن الوزير لديه سلطة بشأن قانون التطبيع والمهاجرين لكي يفرض قيودا على إصدار التأشيرات لأولئك الذين يريدون أن يأتوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وينوئون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن القوانين كما تعرفون سرية كقانون التأشير، لذلك لن نصدر قائمة بشأن الأفراد. أنا لا أطلب القائمة، ولكن إذا لم تتحدث عن الأرقام التي بدأت بها والأرقام التي ستغطي هذه التوسعه، هذه الأرقام، إذا كيف يمكنك أن تقول أنك توسع؟ نحن بالفعل نوسع من هذه الحلقة. هل هنالك تصنيف آخر لمسؤولين؟
هناك طريقة يمكن أن نتبعها بالفعل، وبالفعل نحن نوسع من حلقة فرض قيود على تأشيرة السفر لأولئك الذين ذكرت. ولكن هذا حصل مع نيكاراغوا وحصل مع دول أخرى، تقولون أنكم توسعون من هذه الحلقة، ولكن نحن والعامة والكمبوديين لا يعرفون ماذا تعنين بذلك. هل توسعون نطاق التصنيف أو الفئة لأولئك الذين لن يأتوا وسيحرمون من التأشيرات، أو سوف أرى إذا ما كان يمكن أن أوفر لك معلومة إضافية أو أرقام. بالنسبة لتركيا، ربما سمعتم اليوم بأن هناك تحرير لرئيس الأمنيستي إنترناشونال. نعم، وقد تحدثنا عن هذا الأمر في السابق. ولكن هناك قاض منع من حق الطعن للقس برونسون، وأنت سمعت طبعا بالتعرفة التي فرضت على الوضع الأمريكي من قبل الأتراك. إذا كيف تعاقبين؟ سنبدأ بالقس برونسون. نحن طبعا على دراية بقرار المحكمة في تركيا، ونحن مستاؤون لجهة عدم توفير أحقية الطعن. ونحن انتظرنا هذا الرجل طويلا وقلنا أنه احتجز لفترة طويلة، ونحن نتطلع لاستقباله، استقبال القس في بلاده، ونريد أن يحصل ذلك بسرعة. ماذا عن الأمرين الآخرين؟ هل لك أن تعيد الأمنيستي انترناشونال والتعرف الجمركي برونسون؟ طبعا السيدة في البيت الأبيض تحدثت عن التعرف الجمركية وقالت أنها ليس لها علاقة ببرونسون، ولكن العقوبات التي استهدفت الوزيرين لها علاقة ببرونسون. بالنسبة لأمنيستي انترناشونال والشخص الذي حرر، نحن سعيدون بذلك، وقد تحدثنا عن هذا الرجل في السابق. وشأنه شأن الآخرين، رأينا الحكومة التركية اعتقلت الكثيرين من الصحفيين والنشطاء وأعضاء في المجتمعات غير الحكومية، اتهمتهم باتهامات الكثير يعتقد أنها باطلة. وبالتالي أما بالنسبة لتركيا والتعرفة وعلاقتنا مع تركيا، لن أتحدث عن العلاقة ومداها. هناك شوط يجب أن نقطعه، الدبلوماسية تستمر، وأنا أتوقع أننا سنتحدث مع الحكومة التركية في مرحلة ما في المستقبل بشأن قضية القس برونسون والأمريكيين الآخرين. هل لك شيء محدد؟ كلا، ليس لدينا لقاءات محددة بعد. إذا هل الإدارة بالنظر إلى ما حصل اليوم مع القس برونسون وتعرف، هل هنالك تدابير انتقامية؟ نحن لا نتحدث عن العقوبات ولا نتربأ بالعقوبات، وأنا شخصيا لا أدري ما سيحصل في المستقبل، ولكن على العموم هذه التدابير يمكن اتخاذها من قبل الإدارة. هناك تغريدات تطالب بتحرير القس، هل الوزير أوضح هذه المسألة مع نظيره؟ نعم، تحدثنا عن هذا الأمر وقلنا للإدارة الأمريكية، نائب الرئيس والرئيس والوزير أي أوضحوا توقعاتنا، لأننا نريد برونسون ليعود إلى أمريكا. البيت الأبيض قال أن العقوبات يمكن أن ترفع عندما يحرر برونسون. لم أرى، كلا، أنا أطرح ما قالته ممثلة أو متحدثة باسم الرئيس. بالنظر إلى ما جرى وبالنظر إلى دبلوماسيتكم، فإنكم تتخبطون. لماذا تتبعون هذه الدبلوماسية؟ وهل هناك أمور يمكن القيام بها لكي تغير من المسار؟ ما نقوم به هو أننا نتحدث مع البلدان الأخرى، وهذا هو دأب وزارة الخارجية. إذا سوف نستمر في نهجنا الدبلوماسي، يمكنكم أن تصفيه بأنه يتخبط، ولكن برونسون طبعا لم يعد والأمريكيين الآخرين لم يعودوا، ولكن سوف نعمل ولن نستسلم.
15 مليار دولار سوف توفره من قطر لكي تعزز من الليرة. نعم رأيت ذلك، وهذا منوط به الحكومة القطرية والحكومة التركية. ليس لدي تعقيب، أحيلك للحكومتين. هل تثمنون هذه الخطوة التي اتخذتها قطر؟ لا أريد أن أعقب، ولكن أحيلكم إلى الحكومة القطرية والحكومة التركية. هل لك أن تتحدثي عن نقاشات جرت بين ربما مسؤولين أمريكيين ومسؤولين أتراك؟ السفير بولتون كما تعرفون تحدث مع السفير التركي منذ يومين في يوم الاثنين هنا في واشنطن، وأعتقد أن تلك المحادثة كانت الأخيرة، ولكن لا أستبعد أن هنالك أشخاص آخرين ربما حكوميين ومسؤولين آخرين تحدثوا مع مسؤولين أتراك بشأن قضايا أخرى. إذن هل سياستكم مرتبطة بأن تلوذوا بالصمت حتى يحرر؟ ليس لدينا تغيير في السياسة الآن. إن الاستقرار المالي ربما العالمي يمكن أن يتزعزع. كما تعرفون التركية هي حليف. إذن هل تقول أن هذا خطأنا؟ لا تقول أن هذا خطأنا؟ أقول لماذا تصعدون من هذه المسألة وهو شخص أمريكي وحيد لم يعذب؟ وأنا طبعا أعارض فحوى سؤالك. بالنسبة للوضع المالي في تركيا، لقد حدثنا على ظهر البارحة، ووضع تركيا المالي كان يتخبط لفترة سابقة تسبق فرض العقوبات في الأول من أغسطس. إذن هذا التخبط الاقتصادي كان حاصلا، ولا يمكنك أن تلوم الإدارة الأمريكية. لدينا علاقة مديدة واسعة مع الحكومة التركية، ونحن في بعض الأحيان نختلف مع أصدقائنا ولا نصارحهم في أحيان أخرى، ولكن في أحيان ثالثة نتحدث ونتعاون، وهذا هو دأب المسألة. ولكن أنتم اختلفتم بشأن أمر معين، ولكن طغى ذلك على الكثير من الأمور. وسؤالكم ما هو؟ سؤالي هو إنك تحاول أن تفرد شخصا، وأنا هنا تحدثت عن أشخاص آخرين اعتقلوا في تلك البلاد. مهمتنا الأساسية هي حماية الأمريكيين بما في ذلك القس برانسون، ولدينا أيضا موظفين محليين تحدثوا معهم البارحة، وهذا طبعا ينتابنا قلق إزائهم. وهنالك أيضا عالم يعمل في الناسا أيضا اعتقل على يد الأتراك، وقد سمعتم ذلك مني وسمعتم ذلك من البيت الأبيض هم زملاء آخرين. بومبيو تحدث الوزير مع الوزير العراقي وتحدث برئيس إقليمي كردستان. ماذا دعا لإجراء تلك المكالمة؟ هذه فقط مكالمة دبلوماسية ونقوم بها على نحو منتظم مع مسؤولين مختلفين في بلدان مختلفة. بالنسبة لتركيا وروسيا، وزير الخارجية الروسي كان في تركيا ليجهز لقمة بشأن سوريا في سبتمبر، سوف تعقد في تركيا وسوف تأتي فرنسا وألمانيا. هل أنتم مدعوون لتلك القمة؟ وإذا لم تكونوا كذلك، ما هو رأيكم؟ هل هذا سيعوض جنيف؟ كلا، لا شيء يعوض جنيف. هذا هو مثال آخر وسبب آخر لإعادة التأكيد على التزامنا بعملية جنيف. يعني نرى عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل دائم في سوريا. ستيفن دي مستورا قابل وزير الخارجية، وستيفن دي مستورا هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة كما تعرفون، وهو في قطاره الآن، وهناك إفادة لجهة ما جرى بين الرجلين من محادثة. إذا نحن ملتزمون وروسيا أيضا ملتزمة، كانت ملتزمة بعملية جنيف، لذلك نحن نقف وراء جنيف وعمل ستيفن دي مستورا والأمم المتحدة. هل دعوتم للقمة؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون ممثلة في القمة؟ أنا لست على دراية بمساهمة الإدارة الأمريكية. ليس ثمة لقاءات، وعملية العملية بطبيعة الحال مجمدة.
أنا أتحدث عن عملية جنيف، وهنالك أيضا بلدان أخرى دعمت عملية جنيف وتستمر. حقيقة الأمر هي أن هذه الطريقة تصل إلى الحل القابل للحياة الوحيد، الطريقة الأمثل التي تؤمن بها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. ربما يجب بث روح إضافية جديدة في هذه العملية، ولكن نحن لن نألو جهدا في دعم هذا الإجراء، هذه العملية. تقرير أممي في هذا الأسبوع تحدث عن 20,000 أو 30,000 مقاتل ينتمون إلى تنظيم الدولة لا يزالون في سوريا والعراق. هل تؤمنون بذلك؟ وإذا ما وافقتم، كيف ترون بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا؟ نحن لا نتحدث عن توقيت، هذه الأمور مشروطة، ولدينا الكثير من الأمور التي يجب فعلها في سوريا. هدفنا ودورنا في سوريا مرتبط بالتصدي لتنظيم الدولة، ونحن ملتزمون بذلك، ولدينا الكثير من القوات يعملون بدأب مع دبلوماسيين على الأرض يساعدون على المضي قدما فيما يجري في سوريا. إذا سوف سوف نبقى في سوريا وبقاؤنا مشروط. أما بالنسبة لأرقام تنظيم الدولة، فهنالك من الصعوبة بالإمكان أن نضع إصبعنا على رقم بعينه بسبب تعقيدات الملف السوري وصعوبة الحصول على معلومات موثوقة. إذا ليس لدينا تقديرات، ربما ثمة وزارات أخرى لديها معلومات إضافية يمكنها أن توفرها لك، لكن ليس لدي أرقام، التقديرات كبيرة. إحدى الأمور التي قالها الرئيس في أبريل هو أن التحالف على وشك أن يسترد 100% من الأراضي احتلها أو استولى عليها تنظيم الدولة. إذا ما بقي هناك 20,000 أو 30,000 من أفراد تنظيم الدولة، إذا ماذا كانت تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وما هي فاعلة؟ وبالنظر إلى ما يجري في تركيا، هل ربما سيتسللون من خلال الحدود؟ لم أرى تقارير بهذا الشأن. وزارة الدفاع يمكن أن توفر لك المعلومات بهذا الشأن، ولكن على العموم كان ثمة جيوب في مناطق صعبة، وقد تحدثنا على الأرقام. استقر الأمر طويلا لكي نخرج أفراد تنظيم الدولة، عناصر تنظيم الدولة من الموصل، لا سيما من غرب الموصل. إن هذا عمل مضن، وقلنا سابقا أن هذا سيستغرق وقتا، وعلمنا أن العملية لن تكون سهلة. نجاحات ومن ثم انتكاسات ومن ثم نجاحات، وبالتالي هذا يظهر أن القتال طويل ونحن مستمرون ملتزمون. تنظيم الدولة يجب أن يهزم، والحكومة الأمريكية تنافع عن هذا التوجه. البارحة تحدثنا عن ربما بزوغ نجم أزمة اقتصادية بسبب ما يجري في تركيا، هل هنالك من احتياطات؟ أعتقد أن سؤالك يمكن أن يوجه إلى وزارة أخرى، ولكن أقول أن الوضع المالي في تركيا كان متخبطا قبل فرض العقوبات على الوزيرين. بالإضافة إلى الاعتداء الذي تحدثي عنه وحصار طالبان لغزني، وهناك كثير من العنف استشرى، وبعد سنة من استراتيجية جنوب آسيا الذي أطلقها الرئيس، هل حان الوقت لاستعراضها؟ أقول كلا. ما نراه هو أن ثمة بعض عناصر من طالبان لا تريد السلام، وآخرين يريدون الوصول إلى مفاوضات السلام. هناك أشخاص لا يؤمنون بالسلام، وهؤلاء يتخذوا تدابير، ولكن هذا لن يثنينا من التزامنا إزاء أفغانستان وأيضا عملية السلام التي يقودها الأفغانيون أو الأفغان.
طبعا هنالك ثلاث اعتداءات خلال ايام بسيطه، هنالك اعتداءين على موقعين عسكريين واعتداء تحدثت عنه في إفادة الاستهلالية. هذه اعتداءات شنيعة، ولكن ملتزمون للعمل مع الحكومة الأفغانية للوصول إلى السلام. إن الشعب الأفغاني خليق بالأفضل، يستحق الأفضل. هنالك بصيص أمل شهدناه في السابق، وقف لإطلاق النار مضى على قدم وساق لفترات قصيرة، ولكن هذا ما دعمه الرئيس غاني، وهو يقول دائما أبدا أنه يريد الوصول إلى السلام، ونحن ندعمه في هذا الجهد. وأضيف وأقول أننا نعزي الشعب الأفغاني لما يختبره لما اختبره خلال الأيام الماضية القليلة. هل هنالك تحدثي عن بعض العناصر الذين يحبذون السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح؟ كلا نقول أنه من الواضح أن هناك عناصر من طالبان لا تدعم السلام، لأن هناك اعتداءات مستمرة. ولكن ماذا عن العناصر الأخرى؟ هل هناك سعي للوصول إلى السلام؟ ليس لدي معلومات. أقول أنه من خلال المحادثات السابقة مع الرئيس غاني وحكومة أفغانستان، نحن ندعم جهود السلام. بالنسبة لإسرائيل، السلطات الإسرائيلية تحقق مع بيتر باينل وريزا شلان وآخرين علماء أمريكيين. هناك أيضا امرأة أخرى ومنذ شهر عالم من كولومبيا. أتساءل، هل لديكم أي شيء تقولونه بشأن احتجاز هؤلاء العلماء الأمريكيين؟ بغض النظر عما يفعله الإسرائيليون مع الفلسطينيين. سعيد، هذا ما نعيد الكرة ونتحدث عنه. أمريكا تعض على حرية التعبير بالنواجذ، وبالتالي نحن نتفق ونختلف في بعض التفاصيل، وهذه حرية تعبير، ولكن هذا شيء ما ندعمه دائما وابدا. اما بالنسبه للامريكيين فنحن ملتزمون بمساعده الامريكيين، وناخذ هذا الامر على محمل الجد. اما بالنسبه للاخبار بعينها، لا استطيع ان اعقب بشان الامريكيين بعينهم. المحادثات التي اجروها مع الحكومه، اعتقد ان الحكومه الاسرائيليه قد تصدت لبعض هذه التفاصيل خلال الايام الماضيه، واحيلك الى حكومه اسرائيل. واسرائيل اعلنت عن تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هل من تعقيب؟ لست على دراية بذلك، لم أرى ذلك التقرير، أعتذر. بالنسبة لبنغلاديش، هل تعقيب بشأن أو شواغل بشأن القمع الذي يجري ضد المتظاهرين والاعتقالات التي تجري في بنغلاديش؟ طبعا هذه قضية تحدثت عنها الصحافة منذ أسبوع تقريبا، ونحن على دراية بسبب اندلاع هذه التظاهرات. طفلان قتلا بسبب حافلة مسرعة، وبدأت التظاهرات، انطلق الشباب إلى الشوارع وقالوا أن الناس يجب أن يقودوا سيارتهم وحافلتهم بحصافة وحكمة. وبعد ذلك توسعت حلقة التظاهرات، اتخذت التدابير من قبل الحكومة، ولكن ليس لدي التفاصيل بشأن ما حصل أو ما لم يحصل خلال الأيام الماضية. ليس لدي معلومات، ولكن لدينا علاقة جيدة مع حكومة بنغلاديش، ونحن نثير شواغلنا بشأن الكثير من الأمور، ولكن نتعامل مع الحكومة. ولكن كما قلت لسعيد، نحن ندعم حرية التعبير و حق التظاهر السلمي. بالنسبة لكوريا الشمالية، حكومة كوريا الجنوبية دفعت $1 مليون لكوريا الشمالية كمساعدة إنسانية. هل هذا ينتهك العقوبات؟ ليس لدي جيني معلومات بشأن هذا الأمر، هل لك أن تطلعيني لاحقا على المعلومات المستفيضة. بالنسبة لميانمار، سمعنا قصة تتحدث عن ما قاله
الوزير أو ما لم يقله بشأن وضعية الروهينجا؟ هل ستسميها وزارة الخارجية؟ هل تسمي ما جرى إبادة جماعية لا سيما في ولاية راخين؟ طبعا على دراية بهذا الخبر أظهر، أو التقرير أظهر وثائق من قبل وزارة الخارجية وبعضهم في وزارة الخارجية أو إحدى الهيئات سربوا هذه المعلومات للصحفي، وقد تحدثوا مع الوزير بهذا الشأن وتحدثنا داخليا بهذا الشأن، وهذا أمر يدعو إلى الاستياء. الزملاء المهنيون عندما يسربون وثيقة كهذه، هذا أمر مؤسف، لأن هذا يعطل أو يلحق الضرر بقدرة على اتخاذ القرارات بشأن بعض القضايا الخاصة بما يجري في عالمنا، الأمور التي تتطلب قرارات مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك، عندما تسرب هذه الوثائق بعض الناس يتضررون، لا أعني بذلك أمريكيين فقط ولكن أشخاص آخرين. إذن هذا الأمر يشكل شاغلا، وبعض الناس يعتقدون أن ما يقومون به أمر تافه، ولكن كلا، نقول أن هذا يؤثر على قراراتنا كما قلت، وهذا يؤثر على أيضا اتخاذ قرارات من بلدان مختلفة. لذلك أقول إن خطورة تسريب الوثائق أمر يجب أن نشدد عليه. أما بالنسبة للقرارات الخاصة بالوزير، فهو لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وعندما يتخذ قرار سوف نعلمكم بذلك. هل تحاولين أن تقولين أن الأمريكيون ليس لديهم حق بالإجراء الذي يمكن أن يفضي إلى قرارات وهم يدفعون الضرائب؟ إن عملية اتخاذ القرارات أمر مرتبط بوزارة الخارجية وغير مرتبط بالصحفيين. أما بالنسبة للنتاج النهائي، طبعا النتاج النهائي يجب أن يشاطره الجميع، ولكن هنا في وزارة الخارجية المسؤولين الرفيعي المستوى أو المسؤولين الآخرين يجب أن يتحدثوا فيما بينهم بشأن قضايا، ولا يجب أن تسرب أي وثيقة، هذا مفهوم. ولكن عملية التداول في وزارة الخارجية هي بحد ذاتها أخبار، هي أخبار مرتبطة بالنتاج النهائي. كلا كلا، كل إدارة طبعا، ونعود إلى التاريخ، الكثير من الوزارات تمتعض بسبب التسريبات. نعم التسريبات تحد، أنت لا تعمل في وزارة الخارجية، لكن أنا أعمل في وزارة الخارجية وقد رأيت ذلك بأم عيني. اصغي لي، هذا يمكن أن يلحق الضرر بالعاملين موظفين في الميدان، وهنالك تداعيات سلبية. أنا أحب أن أعمل معكم، ولكن في بعض الأحيان أنتم الصحفيون تفشلون في الإقرار بحساسية الموضوع. سطر على سبيل المثال في قصة تتحدثين عنها، هل يمكنك أن تعرض علي سطرا من هذه القصة يمكن أن يحدق الخطر بأي شخص في الميدان؟ أريد جزءا، لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر. ما اصغي إلي، لا نأخذ في التفاصيل المسألة، لأن هذا يمكن أن يحدق المخاطر بحيوات الناس. أنا أعلم عما أتحدث. لكن لا أعتقد أن ثمة دليل مفاده أن هذه الوثائق المسربة قد حدت من التداولات الداخلية. أنت تحبين القول، ولكن هذا خاطئ. طبعا هذا رأيك، هذا رأيك بطبيعة الحال، لكن عندما تعمل في الحكومة سيكون لديك رأي آخر. أنس وولس تقابلت عناصر في طالبان، صحيح؟ طالبان ربما الذين تحبذونهم وليس الآخرين. مرة أخرى، لا أوافق مع فحوى سؤالك، لا أريد أن أؤكد على عقد ذلك اللقاء بالفعل، هنالك الكثير
من المحادثات التي عقدتها مع السيدة ومع مسؤولين آخرين، ولكن لا أريد أن أؤكد أن هنالك بالفعل شيء حصل. هل الوضع تحسن في أفغانستان؟ يمكنك أن تقول أن الوضع تحسن في أفغانستان، لا سيما في غزني. أجبت عن هذا السؤال. الحكومة الأمريكية تدعم حكومة أفغانستان و عملية السلام التي يقودها الأفغان والتي يملكها الأفغان. هل الأمر سهل؟ كلا، ومصداق ذلك ما حصل خلال الأيام الثلاثة بسبب الأطراف التي ترمي العصا في الدواليب، ولكن هذا لا يعني أننا سنستسلم وأننا لن ندعم عملية السلام بسبب ترهيب الشعب الأفغاني من قبل أطراف بعيدها. لن نستسلم ولكننا سندعم عملية السلام الأفغانية، وهذا كل شيء. شكرا جزيلا لكم. هذا كل شيء. شكرا جزيلا لكم. علي الذهاب. لدي